نعلمكم في حلقة اليوم من برنامج العدد الأخير، جولة جديدة من العدد الأخير لأبرز العناوين واهتمامات الصحف الإسرائيلية الفلسطينية العربية والعالمية. مع في الاستوديو الخبير في شؤون الشرق الأوسط والإعلام الأستاذ خميس أبو العافية، أهلا بك. وهذه العناوين التي اخترناها لكم. من الصحف الإسرائيلية صحيفة يديعوت أحرونوت ليلة الإغلاق. ومن صحيفة إسرائيل هيوم لا تحرك في التواصل، المفاوضات توقفت. أما من الصحف الفلسطينية صحيفة الأيام نتنياهو ضم غور الأردن في غضون الأشهر القليلة المقبلة. ومن الصحف العربية صحيفة الزمان العراقية انتشار أمني حول حقول النفط بعد استهداف منازل شركة أمريكية. وننهي مع الصحف العالمية صحيفة ديلي ميرور بوريس المريض يواجه صراع على الحياة. نبدأ مع الصحف الإسرائيلية وعنواننا الأول من صحيفة يدعوت أحرونوت هو ليلة الإغلاق. أما على نفس الموضوع من صحيفة إسرائيل هيوم لا تحرك من البيت، حظر تجول تام حتى يوم الجمعة. ومن صحيفة معاريف حظر التجول في الفصح اليهودي أو الإغلاق في الفصح اليهودي. ما أوردته الصحف الإسرائيلية قاله رئيس الوزراء يوم أمس بنيامين نتنياهو في كلمة مقتضبة متلفزة موجهة للشعب الإسرائيلي، وقال بأن رغم وجود تباطؤ ما في وتيرة انتقال العدوى، ولكن هذا لا يعني بأن علينا أن نستهتر ونستهزئ، علينا اتخاذ جميع الإجراءات بغية محاصرة هذا الوباء. وفعلا تم الإعلان عن إغلاق كامل، حتى الخروج من البيت لشراء المواد الغذائية. هنالك يقولون من يريد أن يشتري المواد الغذائية فعليه أن يذهب وشرائها اليوم قبل فرض الإغلاق، لأن الشرطة وتعتقد بأن هنالك من المواطنين من يستغلون السماح بالخروج لشراء المواد الغذائية بغية التجول، وهذا أمر مناف للقانون. التجول وأيضا يعني خلال عيد الفصح من ممكن أن يستهدفوا ذلك ليذهب إلى أقربائهم، وهو الأمر الذي بإمكانه أن يكون هنا الخشية. الخشية من يوم غدا الأربعاء وقفة عيد البيصح اليهودي، حيث يجتمع العوائل اليهودية حول مائدة الطعام. نعم. وهذا يعني ما تخشاه الحكومة الإسرائيلية، لأنه سوف يكون أكبر مسبب لانتشار العدوى بشكل مريع ومخيف. لذلك هنالك يقولون بأن هذه المرة من أجل القضاء على وباء الكورونا علينا أن نتناول وجبات العيد في بيتنا ولوحدنا. نعم، ويعني كان هناك طبعا حديث طويل عن هذه النقاط والقرارات اتخذت فقط اليوم. الآن ننتقل إلى الصحيفة التالية صحيفة معاريف. نتنياهو: الفصح لن يكون عيد المساخر أو عيد البوريم باللغة العبرية. وهنا يشير إلى أنه موجة انتقال العدوى الأخيرة التي كانت في إسرائيل هي كانت عندما سمحوا للجميع بالاحتفال بعيد المساخر قبل شهر بالضبط، وبالتحديد في تاريخ 8 مارس. نعم. صادف عيد البوريم أو ما يعرف باسم الهالوين باللغة الأجنبية أو بالعربية المساخر. نعم. هنالك كان مخاوف من انتقال عدوى الكورونا من إنسان لإنسان. سمح للناس بإجراء الحفلات ولكن بأعداد مقتضبة، هنالك مئات وليس أكثر. نعم. هنالك يعني إقرار بأن السبب الأول ورئيس لانتشار العدوى وانتقالها من أحد لآخر في إسرائيل بدأت في عيد ليلة المساخر. لذلك يقول رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو: البيصح لن يكون مثل ما كان في المساخر. وهنالك من يقول، بعض المحللين، بأن إذا هنالك كان ارتياب من أن عائلة ما تقيم وجبة عشاء بحضور عدد كبير، قد تخترق الشرطة أو تداهم البيت. نعم. وتقوم بيعني تفريق المتواجدين وإخراجهم، وربما أيضا الأخذ بعض منهم إلى السجن وتسجيل مخالفات. هنالك إصرار حكومي لمجابهة هذا الوباء. لذلك قال نتنياهو بالحرف واحد: البيصح لن يكون مثل ما كان عيد البوريم. نعم. الآن إلى صحيفة إسرائيل هيوم: يزداد القلق بالنسبة لرمضان، إذا لم يستيقظوا بني براك ستكون فقط برومو. المعنى هنا يعني أنه ستكون فقط مشهد أولي، وكأنه بالنسبة لما من الم
ممكن أن يحدث في البلدات العربية. يعني نوعا ما يعني أنا مستغرب من هذه الصحيفة المعروفة عنها يعني بمواقفها اليمينية المتشددة، وهنالك من يقول بأنها عدائية للأقلية العربية في الداخل الإسرائيلي. يعني تتحدث عن رمضان ونحن لدينا غدا يعني يوم البيسح، بدلا من أن تتحدث عن البيسح تتحدث عن شهر رمضان الذي سيصادف بعد تقريبا 20 يوم. يعني أنا أعتقد بأن هذا العنوان يعني صحيح بأن هنالك إن أصرت وزارة الصحة على اتباع التعليمات وعدم إجراء الولائم بأعداد كبيرة في شهر رمضان كما هو المعتاد، يجب الانصياع للأوامر واحترام التعليمات، يعني لأسباب لأن هنالك مخاوف على حياة كل إنسان وإنسان. ولكن أن تعني هذه الصحيفة في شهر رمضان وتترك شهر البيسح يعني في علامة استفهام. يعني هناك علامة استفهام على هذه النقطة. الآن إلى صحيفة معريف مرة أخرى، قلق من موجة انتحار لدى المسنين الذين هم أكثر عرضة. المسنون هم منعزلون يعيشون لوحدهم، يعني بحسب وزارة الصحة هم الشريحة الأكثر عرضة لاحتضان الوباء. ونحن نرى بأن أيضا نسبة الوفاة في هذه الشركة الوفيات في إسرائيل النسبة الكبيرة هي للمسنين، لذلك هنالك مخاوف من أن بسبب العزلة وبسبب يعني عيشهم لوحدهم وبسبب المخاوف من الكورونا هنالك بعض علماء النفس في إسرائيل يرجحون لاحتمال قيام أعداد كبيرة من المسنين بالإقدام على الانتحار بسبب هذه الظروف التي يعيشونها. في مخاوف، هنالك تقرير لمجابة هذا الاحتمال وضعته الحكومة الإسرائيلية. وفق هذا التقرير محاولة يعني احتضان هؤلاء ولكن دون تعريضهم للخطر. ولكن هذه المعطيات فعلا مقلقة جدا، من أصعب المهمات في هذه الفترة. إذن إلى صحيفة الأيام الفلسطينية، العنوان رصد 16 حالة كورونا جديدة في الضفة وواحدة في غزة. على نفس الموضوع هنا من صحيفة هآرت في السلطة، قلقون من تفشي كبير في الضفة في ظل الفصح اليهودي. أولا يعني صحيح بأن هذه المعطيات هي معطيات يعني تعتبر ضئيلة نوعا ما، ولكن توجد مخاوف في السلطة الوطنية الفلسطينية بأن يشكل عيد البيسح حيث يتواجد جميع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في الداخل الإسرائيلي سيتواجد في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وكذلك في القدس الشرقية. أن يشكل هذا الأمر لخروج العمال وعوائلهم إلى خارج بيوتهم، هذا سيؤدي إلى انتقال العدوى بشكل أيضا. يعني قيل قبل أيام أن أغلبية الحالات التي موجودة في الضفة الغربية هم لأشخاص يعملون في مستوطنات أو يعملون في داخل إسرائيل. بحسب يعني بحسب إصرار السلطة على أن كل المصابين بوباء الكورونا الفلسطينيين في الضفة الغربية هم يعني انتقلت إليهم العدوى في أماكن عملهم في الداخل الإسرائيلي، لذلك المستوطنات أيضا هنالك عمال يعملون فيها تم نقل العدوى إليهم. السلطة الوطنية الفلسطينية كما أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور شتية بأن هنالك إجراءات صارمة تتخذ لمحاصرة هذا الوباء. نعم. الآن إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية، منع تجول في مدن سعودية وجونسون بالعناية المركزة. سوف نصل إلى جونسون، ولكن بداية هناك منع تجول في مدن سعودية. العنوان هذا يؤكد ويعكس يعني إصرارا سعوديا على مجابهة وباء الكورونا. هنالك من يقول بأن هذا يعتبر إجراء تصعيدي من قبل الحكومة السعودية لمجابهة الكورونا، على ما يبدو أن هنالك يعني معطيات مقلقة حول المصابين في الكورونا من المواطنين السعوديين، لذلك الحكومة قررت بتصعيد وتيرة الإجراءات لمحاصرة هذا الوباء. لكن لماذا أدخلوا جونسون وقضية جونسون في نفس العنوان؟ هذا السؤال. جونسون رئيس الوزراء الذي كان قد استهتر في البداية فيما يتعلق في وباء الكورونا وقال أنا سأواصل يعني مصافحة الأيادي، هو يعتبر
يعني أشهر ضحية بين قوسين هي وباء الكورونا. تم نقل يوم أمس للإنتنسيف كير للعناية المركزة، وهنالك يعني هنالك بعض التلميحات بأن حياته أصبحت في خطر. ربط جونسون مع ما يدور في السعودية من إجراءات، وكأنهم يقولون كل من استهتر انظروا إلى من يستهتر فمصيره. نحن نتحدث هنا عن إنقاذ حياة وليس نعبث بشيء يعني سهلا. يطالبون ويصرون على أن يقوم كل مواطن سعودي بالتزام التعليمات من الحكومة السعودية. نعم، الآن نكمل في الحديث عن جونسون، والعنوان من صحيفة ديلي ميرور: بوريس المريض يواجه صراع على الحياة. وأيضا من صحيفة مترو: رئيس الوزراء في وحدة العناية المكثفة. قبل أيام كان قد أعلن على أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يعني مصاب بعدوى الكورونا، كان يلازم مقره في داونينغ 10 في بريطانيا في العاصمة البريطانية لندن. إلا أن قبل يومين يعني نصح بعض الأطباء بنقله إلى المستشفى لمواصلة علاجه لمجابة وباء الكورونا. يوم أمس وبشكل مفاجئ جميع وسائل الإعلام العالمية أشارت إلى أن تم نقله على عجلة من السرعة إلى العناية المركزة لأن حالته الصحية كانت قد تدهورت بشكل ملحوظ. وكما قلت هو يعني أعلى رتبة سياسية مصاب بالكورونا. نعم. وهنا الحديث يعني في صحيفة إسرائيل اليوم أيضا عن نفس الموضوع: جونسون في العناية المشددة، لكن بين قوسين يقول أو يقتبس: لا يخضع للتنفس الاصطناعي فقط لزيادة الحرص. إذن يعني هناك بالرغم من أنه متواجد في العناية المشددة، ولكن هناك تهدئة بما يتعلق بوضعه، فيقولون هو لا يخضع للتنفس الاصطناعي على الأقل. أستاذ بليغ، يعني الأحداث يعني 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 تصارع يعني تسارع بعضها البعض. ما أود أن أقول بأن هنالك أخبار قبل قليل قال بأن هنالك يعني استمرار في تدهور حالات الصحية. أنا أقول لك بأن بعض الأنباء تقول بأن تم إخضاعه لجهاز التنفس الاصطناعي، ولكن هنالك أمهر الأطباء في المملكة البريطانية المتحدة متواجدين من أجل الإنقاذ، لأن تداعيات ما حدث وما ألم بوريس جونسون عفوا سيكون له أثر بالغ على الاقتصاد البريطاني وعلى نفوس البريطانيين. نعم، يعني على نفس الصفحة هنا أيضا من إسرائيل اليوم العنوان: الولايات المتحدة تخطت درجة 10,000 أو رقم 10,000 شخص توفي جراء مرض الكورونا أيضا. وزهاء 350,000 أمريكي أصبحوا مصابين بوباء الكورونا. نحن نعرف أن بداية الأمر مثل جونسون أيضا الرئيس أسوأ من جونسون الرئيس دونالد ترامب كان هناك خطة بالنسبة لجونسون وصف على أنها مجرد إنفلونزا يمكن العيش معها وبدون مجرة. اليوم هو يدرك بأن هنالك ازدراء في الموقف، يناشد أصدقاء الولايات المتحدة الأمريكية بمد يد العون، ولكن في نفس السياق يقول بأن نحن بعد عيد الفصح المسيحي سنعود إلى العمل الطبيعي تدريجيا. هو يخشى بأن يلقي هذا الوباء بظلاله السلبي على الاقتصاد الأمريكي، ويؤدي نوعا ما إلى انهيار الاقتصاد الأمريكي، لأن من شأن الأمر أن يعني يعصف بدونالد ترامب ويلقي به إلى. نعم، هل ممكن يكون هناك تداعيات أيضا سياسية بالنسبة لترامب في هذا أصلاً؟ استهتاره في مجابهتي ومواجهتي وباء الكورونا في البداية، أنا أعتقد بأن هذا من شأنه أن يكلفه يعني الأمر غاليا جدا، لأنه يطمح لولاية ثانية في الرئاسة الأمريكية، ولكن هناك من يشكك بأنه سيحظى بذلك. نعم، الآن ننتقل إلى صحيفة الاتحاد: طائرة مساعدات إماراتية إلى إيطاليا. المساعدات الإماراتية إلى إيطاليا تنضم إلى أيضا إلى مساعدات قدمتها الصين وبعض الدول لإيطاليا. نحن نعرف بأن في إيطاليا يوجد غضب عارم من قبل الإيطاليين نحو الاتحاد الأوروبي الذي لم يمد يد العون من أجل مساعدة إيطاليا في أكبر محنة عرفتها منذ الحرب العالمية الثانية. الإمارات تنضم إلى قافلة المقدمي المساعدات لإيطاليا، وهذا بحد ذاته يعتبر يعني رحب فيه الإيطاليون ويرون فيه بأنه يعني يعكس مدى إنسانية الإنسان الإماراتي أو العربي.
بشكل عام. نعم. الآن نعود إلى صحيفة هآرت، العنوان الهواء النقي والحيوانات قدموا الهواء النقي أسف والحيوانات قدموا للزيارة، وباء الكورونا غير العالم من دخولنا منذ لحظة دخولنا إلى إغلاق. يعني أنت تعرف كان كإعلام وصحفي وأحمل بطاقة الصحفي يعني أتجول لكي يعني أرى ما يدور في بلدي. نعم. أقول لك بأن هي شبه مدينة أشباح خالية من المارة، ولكن فعلا أشاهد العصافير والحمام وأيضا الحيوانات مثل البسس القطط والكلاب. نعم. تجوب في الشوارع، يعني الشوارع خلت من البشر، مشاهد نادرة، يعني عادة مشاهد نادرة ترى بأن العصافير والحمام تأكل دون أي مضايقة من أي إنسان، وهذا منظر يعتبر خلاب في نظر من يحبون الأزمة الصعبة بالنسبة للبشر. الآن ننتقل إلى السياسة الإسرائيلية أستاذ خميس، والحديث من صحيفة يدعوت أحرونوت عن العنوان تقريبا حكومة، وأيضا على نفس الموضوع من صحيفة إسرائيل هيوم لا تحرك في التواصل المفاوضات توقفت. نقطتان كانتا يعني تحولان دون إبرام الاتفاق الائتلافي ما بين غانس ونتنياهو. النقطة الأولى هو يعني ضم غور الأردن. كان غانس قد أصر على أن يكون له حق، يعني حق النقد الفيتو ضد هذا الضم، ولكن اتفق فيما بعد على أن لن يكون حق النقد الفيتو لغانس، ولكن هو يستطيع أن يصوت ضد أو يمتنع عن التصويت عن التأييد هذا القرار، قرار الضم. هذا أولا. ثانيا، لجنة تعيين القضاء، غانس كان قد أصر على أن يكون هذه اللجنة برئاسة عنصر أو عضو من حزبه، إلى أن وافق نتنياهو في بداية، ولكن في حزب الليكود أدركوا بأن من شأن الأمر أن يؤدي إلى إهدار كل ما قدمه الليكود من أجل يعني ضم شخصيات دينية يمنية إلى الجهاز القضائي. لذلك هذه النقطة اللي تعتبر يعني المعضلة الرئيسة في طريق إبرام الاتفاقية ما بين نتنياهو وغانس. نضيف فقط أنه يعني وقبل لحظة تصوير هذا البرنامج يعني كان هناك حديث عن تراجع كبير بالنسبة لهذه المفاوضات على خلفية تراجع نتنياهو من العديد من الاتفاقيات. وحديثا عن الجهاز القضائي هنا من صحيفة معرفة، العنوان النضال القضائي أمام صحيفة إسرائيل هيوم، التخلي عن التدخل في تعيين القضاء بكاء لأجيال، هكذا نعلم أن هذا مهم جدا بالنسبة لليمين. أيلة شاكيت التي هي يمينية متشددة كانت وزيرة القضاء نحن نعرف قبل عام، وهي كانت تقول دوما بأن أحد إنجازاتها هو بأنها قامت بإلاج رجال حقوقيين ونساء يعني في مجال الحقوق إلى الجهاز القضائي لي يعني من أجل التوازن ما بين اليسار واليمين. نعم. هنا تخشى ويخشى اليمين من أنه إذا فرط بنيامين نتنياهو بعد أن فرط بوزارة القضاء لصالح نيسانكوري من كحولفان أن يفرط بلجنة تعيين القضاء، يرى في ذلك اليمين والليكود بأن الأمر من شأن يكون يعني بكاء للأجيال، ويطالبون ويناشدون بنيامين نتنياهو بأن لا يفرط بهذه اللجنة. نعم، لماذا بكاء للأجيال؟ هذا السؤال. لأنهم يخشون بأن يقوم نيسانكوريان بتعديل ما قامت به السيدة أيالة شاكيد. نحن أيالة شاكيد كان همها الأول والوحيد هو ضم حقوقيين من اليمين إلى الجهاز القضائي. اليوم نيسانكوريان هو محسوب على الوسط يسار، لذلك تخشى بأن التفريط في لجنة القضاء وبعد أن تم التفريط بوزارة القضاء من شأنها أن يؤدي إلى مسح ومحو كل ما أنجزه اليمين إبان عهد أيالة شاكيد. نعم. حديثا عن أيالة شاكيد عضوة الكنيست من يمينة، هنا العنوان من صحيفة إسرائيل اليوم، يمينة ضد نتنياهو أي حزب يمينة يدفعنا إلى الخارج، وهناك حديث على أن لا يدخل هذا الحزب في الائتلاف الحكومي ما بين غانس ونتنياهو. بالطبع التقاسم أو المحاصصة أو المناصفة ما بين في الوزارات ما بين كحول لافان وحزب الليكود
الكرد يأتي على حساب الشركاء التقليديين لحزب الليكود مثل حزب اليمين الجديد برئاسة نفتالي بنت. بنت يعني ينهي مهامه كوزير للدفاع، وحتى الآن يعني يقال بأنه ربما قد يحظى إما بوزارة المعارف أو بوزارة بلا حقيبة، لأن حزب اليمين الجديد لا يعتبر يعني الآن شريك مهم جدا، لأنه بنيامين نتنياهو من غير هذا الحزب لديه الأغلبية. يهدد اليمين الجديد بأنه إن لم ينل ما يريده فهو سوف يذهب إلى المعارضة ولن ولكن بالنسبة لثانية هذا أمر مهم أيضا، إبقاء هذا الحزب في الائتلاف الحكومي لانتخابات مقبلة، لاحتمالية عدم تشكيل هذا الائتلاف في نهاية الأمر لأنه محسوب على اليمين. ربما يحاول إرضاء أعضاء اليمين على حساب أعضاء في حزب الليكود وإسناد إليهم حقائب وزارية يشار لها بالبنان. نعم. الآن ننتقل إلى صحيفة هآرتس مرة أخرى. نحو إقامة حكومة، نتنياهو وغانتس اتفقوا أن رئيس الوزراء يعمل رئيس الوزراء على ضم المستوطنات في الصيف. وأيضا الحديث عن هذا الموضوع من صحيفة الأيام الفلسطينية، نتنياهو ضم غور الأردن في غضون الشهور القليلة المقبلة. إذن حملة نتنياهو الانتخابية الآن وكأنه يفي بتعهداته يعني قضية تقديم قضية الضم. على فكرة بنيامين نتنياهو منذ انتهت الانتخابات وحتى الآن وإصراره على الإبقاء على الكثير من الأمور بيده يؤكد للملء بأنه هو يعني يلتزم بكل ما كان قد تعهد به إبان الحملة الانتخابية. من لا يفي ويعني يظهر بأنه عرقوبي في تعهداته هو بني غانتس، الذي أدى إلى الانقسام في حزب كحولفان، وأدى إلى يعني إهدار فرصة إقامة حكومة برئاسة تعتمد على وسط يسار، هو بني غانتس. بني غانتس يخرج من هذه المرحلة بشكل سيء جدا مشوه، أما بنيامين نتنياهو بحسب كل تقديرات المحللين هو يظهر على أنه الرجل الذي وفى بكل عهوده وتعهداته لمعسكر اليمين. لكن هل من الممكن أن يكون هناك تلاعب من قبل نتنياهو في هذا الموضوع، ويعني يكون هدفه في نهاية الأمر هو تفكيك كحول لافان، ولكن لن يذهب مع كحول لافان أو مع بيني غانتس إلى حكومة وحدة وطنية، على الأقل ليس حسب المعايير المتوازنة بين الحزبين؟ أولا احتمال وارد، ولكن ما هو يعني احتمال أقوى بأن بعد سنة ونص من انتهاء مدة ولاية بنيامين نتنياهو كرئيس الوزراء قد يثير قضايا وملفات شائكة لا يمكن أن يقبل بها بني غانتس، ويتم فك الائتلاف الحكومي، وهنا لن يكون بني غانتس رئيسا للوزراء كما يقولون باللغة العربية العامة، سيخرج من المولد بدون حمص. نعم، طلع بلوشي أيضا باللغة العربية العامة. والآن ننتقل إلى صحيفة الزمان اللبنانية، انتشار أمني حول حقول النفط بعد استهداف منازل شركة أمريكية. هنالك يعني تعرضت الحقول النفط في البصرة جنوبي العراق إلى ضربات عراقية ضربات صاروخية من قبل مجموعة محسوبة على إيران، ويقال بأن هذه المجموعة تريد أن تفأر لقاسم سليماني قائد الحرس الجمهوري الإيراني، وتريد أن تشوش على المساعي من أجل تشكيل حكومة عراقية، وذلك من خلال ضرب الاقتصادي. هنالك ضرب صواريخ كان أيضا استهدفت هيلبرتون الشركة الأمريكية يعني لاستخراج النفط. هذه المخاوف أدت إلى تجديد الحراسة حول حقول النفط من جهة، وحول الشركات الأمريكية من جهة أخرى لكي لا يمس مسعيها من أجل استصدار النفط. ولكن ما أود أن أقوله بأن الهدف من وراء ذلك هو ضرب الاقتصاد العراقي بغية تصعيب المهمة على تشكيل حكومة في العراق لا تقبل بها المجموعات المحسوبة على إيران. نعم. الآن إلى صحيفة اللواء، لبنان يستغل والمجموعة الدولية، أين الإصلاحات؟ اللبنان يعيش، نحن نعرف بأنه بشهر أكتوبر الماضي قبل 4-5 أشهر كانت هنالك هبات شعبية في لبنان، يعني تم الإشارة إليها بلبنان دوليا، وتم تغيير الحكومة وتشكيل حكومة جديدة. اليوم
بسبب الكورونا وبسبب كل التطورات التي عاشها لبنان، يعيش يعني ظروف اقتصادية يعني صعبة جدا، يحاول أن يستغيث بالعالم، والعالم يقول له كيف نمنحك الأموال وأنت كنت قد وعدتنا بإجراء الإصلاحات؟ أين الإصلاحات؟ أين الإصلاحات؟ نعم. الشرق الأوسط نعود إليها، والعنوان الآن اتساع الوجود التركي في سوريا بغطاء روسي. ننهي مع هذه الجريدة. كانت هنالك اتصالات تركية روسية، وهنالك لقاءات تمت ما بين الرئيسين فلاديمير بوتين والرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الملف السوري. على ما يبدو أفضت هذه المساعي أو اللقاءات والاتصالات إلى اتساع الوجود التركي في سوريا بغطاء روسي، ما يعني بأن المهمة للوجود التركي مهمة محددة موافقة عليها روسيا. وعلى ما يبدو بأن بسبب موافقة روسيا النظام السوري يعني مجبرا أخاك لا بطل قد وافق مع أو تجانس موقفه مع الموقف الروسي. نعم، إلى هنا نصل لختام حلقتنا. شكرا لك أستاذ خميس أبو العافية على تواجدك معنا. الآن نلقاكم في حلقة جديدة، إلى اللقاء.